صباح الخير مشاهدينا مشاهدي قناة زاكروس الفضائية من وين ما كنتوا عم تتابعونا بكل المحافظات العراقية وحتى خارج العراق. صباح الخير لزملائي باستوديو نسمات زاكروس. أنا نانسي، اليوم نحن معكم لحتى نكون بتغطية حصرية، لا حتى نشوف تأثير حظر التجوال، تأثير قرارات حظر التجوال وقرارات خلية الأزمة على سائقي سيارات الأجرة والباصات، لحتى نعرف قديش أثر عليهم هيدا الشيء سلبا أو إيجابا، قديش أثر على موضوع الشغل. كونوا معنا وتابعونا. مرحبا. الله يسلمك. عفوا حضرتك شوفير تاكسي؟ نعم. اسالك بس قديش اثر عليك قرار حظر التجوال، يعني قديش اثر على الشغل، على الازدحام بالشوارع، على حركه والله هو بالنسبه للحظر بايجابيات وبسلبيات. قد تكون السلبيات اكثر من الايجابيات. طبعا اثر تاثير كبير على المستوى المعاشي، المستوى بالنسبه للحظر هسه حاليا يعني الوضع صار حل كل الزي بالنسبه للمجتمع بسبب الظروف الاجتماعيه الصحيه. هلا نحن ما عم نحكي عن المجتمع، عم نحكي عن ظروفك انت كشخص كشوفير تاكسي. اكثر تاثير كبير شايف اكثر السواق هنا اكثريتهم ماكو شغل لان حظر والناس بدات تتخوف من هذا الوباء، فلذلك يعني الحركه قلت بالشارع بالنسبه للناس. الازدحام؟ الازدحام دائما يكون عند قبل لا ينتهي الحظر بساعه، ساعات يبدا الازدحام. دائما تشوف الصبح الشارع فاتر يعني قليل المتبضعين، الناس متخوفه من الوضع حاليا بسبب الحظر. مرحبا. مراحب بعيوني. عم تشتغل؟ اي والله على باب الله طالعين. ما معك حدا؟ لا ما حدا. بس بدي اسالك قديش اثر عليك حظر التجوال، يعني قديش اثر على شغلك كشوفرتك؟ والله اذوني، احنا صاحبين عوائل وصاحبين ناسك وصاحب ايجارات وهاي مذهل العالم شوي، الحظر اذانا كلش اذاني. يعني مو مال حظر، مال نطلع نشتغل على باب الله وهاي الحظر حيل مأذيني. يعني معك وقت من 5 الصبح ل 8 المساء ما عم تشتغل؟ لا والله هم الشغل تعبان وما جاي اشتغل، يعني مو الحظر شوي مأذينا كلش، يعني على والو يفتحون لنا الشوارع يخلونا نطلع نشتغل على باب الله، يعني مأذي عالم هواي كلش. الكورونا ما تأذي اكثر من الحظر؟ لا 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 ما تأذي. اي والله متأذين كل الاحوال، لازم يلغوا الحظر. انت بتشتغل على السيارة؟ نعم. لإلك او اجر؟ لا إلي إن شاء الله. لا إلك. احكي لي قديش أثر عليك قرار حظر التجوال؟ والله ازدحام، اثنين يعني قطعة رزق، أي نفع ما بي، وهي الناس يعني هواية بالشارع، سدوا الحظر ما سدوا نفس الشيء، يعني الناس هواية وتجمعات موجودة نفس الشيء، ماكو أي نتيجة. إذا بدنا نقارن بين قبل الحظر وبعد الحظر، قديش الدخل تبعولك قل أو زاد؟ والله زاد، بالحظر زاد، النسبة غير زادت. وقبل الحظر لا الناس تشتغل كمان بشغله، ملتهي بشغله وعمله يرجع للبيت يخلص. الدخل يعني صرت تطلع اكثر قصدي بالحظر او اقل؟ لا لا طبعا قبل الحظر خير من الله، بس بالحظر لا والله ما مزدحامات وسيطرات مرابطات ماكو، هو شغلنا بالليل. والكمام عم تتحاسب عليها؟ اي نعم حاسب عليها. مرحبا. هلا ومرحبا على بيك. السياره هي لك او اسال؟ لا والله سايق بيها. قديش بتدفع باليوم؟ باليوم 15000. عم تطلعون بالحظر؟ والله هذا الحظر هسه كله يعني ماكو لا شغل لا بشر طالع، يعني ما نقدر نطلعهم، يعني يا دوب نطلع العلاقه مالتنا. علاقه يعني شو؟ يعني مصرف البيت. وصاحب السياره بيحاسبك على الاجار حتى بالحظر؟ ايه. يعني جمعه سبت احد بياخذ منك الاجار؟ ياخذ، والا صافي ما له شغله. يعني يحسب يوميه هو الهي. قديش اثر عليك الحظر؟ والله اثر علينا هواي، بس شو نسوي؟ يعني بتقول كورونا اهون ولا الحظر؟ لا هي يعني هي نفس الشيء، كورونا تموت البشر والحظر يموت البشر، وهي ظل نفس الشيء احنا يعني. واحد من المرض واحد من الجوع. اي والله. إن بحالتين اذيه. مرحبا، هيدي التاكسي لك او اجار؟ لا والله ما اجرها. قديش؟ 250 بالشهر. 250 بالشهر يعني قديش باليوم؟ يعني اقل من 10 باليوم. 10 اقل. يعني الجمعه لك. الجمعه لي، صحيح. طيب بتطلعون بهلا بالحظر ولا ما عم تطلعون؟ لا والله لان يعني ماكو شغل، يعني شارع تعبانه كلها بس ازدحام ما تزيد شيء. انتبهت كل السيارات اللي وقفتهم انا فاضيين. صحيح حاليا انا صار لي ساعتين افتر والله، وشغل ماكو يعني حي الشارع تعبان وعلى مود
حاضر وسعر بثمانية وزيد شي يصير حاضر ازدحامات تزيد والله. يعني هلا قررت تروح على البيت او رح تكمل شغل؟ لا والله قلت راح اروح البيت لان هسه الساعة بالخمسة لا ما وصل البيت تصير بالستة. والله البارحة همين لزموني السيطرة قوة يلا عبارت وازدحامات وفدنا بشغل ما كنت تعب. يعني الحظر كثير اثر عليك بالشغل بطلت عم تقدر تطلع؟ اي والله حتى اثر علينا فدنا مش ما كان يعني. اي والله مرحبا. مرحبا اهلا وسهلا. السيارة لك او اجار؟ لا لا علي الحمد لله. اي كيف قديش اثر عليك الحظر يعني بعدك عم تشتغل مثل قبل الحظر او صار؟ والله لا والله ماك شغل تعبان تعبان فدنا يعني الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس بالليل حظر الشارع يعني تعبان الشغل فدنا وبالله تأذينا يعني. يعني قديش قل الدخل عن قبل عن قبل الحظر؟ انا قاعد ايجار. اي والله قاعد ايجار 300,000 زين قاعد بشقه 300,000 يعني الايجار ما جاي طلعه واهل الملك ما يعذرون. عندك ولا؟ عندي أربعة. يعني قديش يكفيك ما بيطلع السيارة ما عم تطلع لك مصروفك بين أجر؟ حسان طالع من الساعة بثلاثة العفو من الثنتين لحد هسه مشتغل ب2000 هاي باعين والله العظيم هاي 2000 دينار. مشاهدينا بين صوت الوجع وصوت الجوع أي صوت رح يكون أقوى؟ إن شاء الله يا رب الأيام اللي جاية تحمل لنا أخبار حلوة مع وصول لقاح كورونا على العراق. إن شاء الله يا رب هالمرض بيروح وبنرجع لحياتنا الطبيعية وكل إنسان بيرجع لشغله ولرزقه. أنا هلا بدي ودعكم على أمل أني أشوفكم بالأيام اللي جاية. باي باي.